جانب ديال الصحافه، لان حنا الوقت باش نعاودوا في المفهوم ديال الدعم اللي رجعنا الاستثمار في الحقيقه، لان حنا الوقت باش نستثمروا في المجال الصحفي باش تلعب دورها كيف ما قلت قبيله على الصعيد نعم الوطني ولكن حتى على الصعيد الدولي. الصحافه هي مؤثره ليس فقط في المعلومه بل او باش نوصلوا الخبر، بل حتى في الصوره اللي كتعطي على واحد على البلاد ديالها، على التطورات اللي كيعرف البلاد ديالها. وكيف ما كتعرفوا بالطبع المغرب عنده خصوم ديالو للاسف. اذا اليوم دور الصحافه عنده واحد المهمه ليس فقط هي وطنيه بل حتى دوليه مع الوطن ديالها. فلهذا اعتبرنا بان الدعم المفهوم ديال الدعم بغينا يولي يعني بالمفهوم ديال الاستثمار في المقاولات الصحفيه، الاستثمار في الصحفي بحد ذاته، لان مجموعه ديال الاخوات قبيله والاخوان تكلموا على الدور اللي كيلعب الصحفي والامكانيات او الاشكالات اللي كيعاني منها لا الاجتماعيه او الاقتصاديه. بالطبع النقابه او النقابات هم دائما يدافعون على هاد على هاد على هاد النقطه، وحنا ان شاء الله بالطبع غنشاهدوا معهم. فلهذا اعتبرنا بانه ليس بدعم بل هو باستثمار. النقاش هو مفتوح دابا باش ما نعطيكمش نتيجه نهائيه، هو نقاش مفتوح وغيستمر في البرلمان. انتم اليوم في البرلمان، النقاش غيستمر في البرلمان، جميع النقاط اللي تكلموا عليها الاخوات والاخوان قبيله. بالنسبه للقانون ديال المجلس الوطني للصحافه، ليس هناك بموقف من ديال الحكومه، بالعكس حنا كنعتبروا راسنا باننا حنا يعني شركاء في النقاش مع الاخوات والاخوان المعنيين بالامر اللي هم الصحافه، وهذا يعني حق دستوري ماشي 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 يعني حق تعطيه الحكومه للصحفيين. فلهذا نحن في اطار انتظار ذاك اليوم اللي غيكون مع المعنيين بالامر ومع الاغلبيه والمعارضه والنقابات، باش ان شاء الله نمشيو مجموعين كلنا، نمشيو كلنا بيد واحد غالبا مباشره ما بعد يعني باش يبدا القانون ديال الماليه، باش يكون هاد لان ماشي نحدوا راسنا، نحدوا مع الشركاء ديالنا باش نشوفوا انا ذاك التعديلات اللي غتقترح من طرف صحفيين مرة أخرى من طرف المقاولات، أنا ذاك نواكبوا العملية التشريعية من طرف البرلمان، وحنا هنا بالطبع مرة أخرى باش ندعموا هذا المجال اللي كنعتبروه مهم ومهم جدا بالنسبة لمستقبل الوطن.